صباحكم يوغا، صباحكم تنفس، صباحكم استرخاء. اليوم معاكم برنامج اليوغا، رح تكون معاكم اليوم المدربة زينب، رح تعطيكم برنامج خاص بالاسترخاء والتأمل وإطالة العضلات. فرح أترك الميكروفون مع زينب. تفضلي زينب. صباح الخير. صباح الخير إسراء. صباح الخير ريما. صباح النور. اليوم بدنا نعمل رياضة اليوغا. رح نبدي أول إشي بوضعية الكروس ليجد بوزيشن اللي هي التربية. إذا لاحظنا إنه في عندنا مشاكل ومش قادرين نقعد هيك مرتاحين، نجيب البلوك ونحطه تحتنا مما يساعد على إنه الركب تنزل على الأرض. أول إشي بدنا نرخي العضلات تاع الجسم، نرفع كتافنا، ظهرنا قائم، نشد بطننا شوي، نريح الفك، ونسكر عينينا ونتنفس. نحاول شوي شوي نعمق النفس. هلأ بنحاول ناخد النفس للرئتين، فبننفخ الرئة، نعبيها بالهواء، وبعدين ننزل الصدر بالأكسهيل أو بالزفير. ناخد النفس للمعدة، بننفخ المعدة، نعبيها بالهواء بالإنهيل أو بالشهيق، وبالأكسهيل we squeeze it in أو نصغر المعدة، نطلع الهواء من الجسم. مرة تانية اوكي، نفتح عينينا شوي شوي، بناخذ نفس شهيق ايدينا لفوق، وبالزفير بنحاول ننزل لقدام قد ما نقدر. نقدر نضل اول اشي هيك بهاي الوضعيه، اهم اشي انه ظهرنا يكون قائم، وبعدين بنمشي اذا بنقدر. اذا حسينا انه احنا ما بنقدر نكمل، نقدر نحط راسنا على بلوك بوضعيه هيك او هيك عشان نريح. تقدر تعملوا اللي بيريحكم، تقدر تحطوا وسادة أو أي شيء بيرفع الرأس. ناخد نفس عميق عشان نبدي warm up our body. هلأ شوي شوي نرفع إيد الشمال لفوق، نفتح صدرنا ومندخل الإيد جوا الإيد اليمين زي الإبرة والخيط عشان نفكفك المفصل تاع الكتف. شوي شوي نرفع حالنا، نرجع إيدنا للوسط، ناخد نفس ونبدي نمشي ايدينا، ناخذها شوي شوي لجهه اليمين. هلا هون اذا رفع الحوض عندنا راح يصير انه معناها احنا هاي ما بنقدر نعمل هاي الاطاله، لازم نرجع ايدنا للوسط اكثر. بنشوف كل واحد بيعمل حسب ما هو يقدر. هلأ شوي شوي ناخدها لمنتصف الجسم يعني للسايد تاعنا، بنخلي ايدنا ونفتح صدرنا ونرفع لفوق. هلأ اذا هذا كان اشي سهل بالنسبة لنا، بنقدر نطعج الكوع ونقعد عليه، نفتح. هلأ كمان شوي نفتح الايد ونطلع لفوق اذا ما في عندنا مشاكل في الرقبة، اذا في بنقدر ننزل راسنا لتحت. شوي شوي نرفع ايدينا لفوق الاثنين وايدينا للقلب على الشهيق. هلا بنحاول نغير القدم، نبدل الكروس، ناخذ شهيق مره اخرى، انهيل اكسهيل، ننزل نثني للامام للارض، نمشي ايدينا قد ما نقدر. أهم إشي إنه الحوض ما يرتفع عن الأرض.
هلا شوي شوي بنفتح الصدر اليمين لفوق، نرفع الايد وزي الابره بدنا ندخلها براس الخيط ونخلي ايدنا اليمين جوا الشمال. نرجع ايدنا للوسط، نعمل ستريتش ايطالي، ناخذ نفس وبالاكسير نحاول نمشي كمان مره لجهه اليسار، نحط الكف الايمن على الكف الاسود الايسر، هلا بنمشي ايدنا لمنتصف الجسم مره ثانيه شوي شوي، بنشوف اذا بنقدر احنا بنرفع بسهوله او نحط ايدنا، كل ما بعدت كل ما سهلنا الاوبشن. بنمد ايدنا لفوق ولورا، هلا شوي شوي بنرفع حالنا. Exhale, hands to the heart. Okay. هلا بدنا نصير on all four. إيدينا بدها تكون تحت إكتافنا زي كأنها هي مكعبات، الرسخ بعدين الكوع والإكتاف. هلا بنحط أصابع رجلينا ويتقدم إن وبنرفع ل downward facing dog. أهم إشي إنه ناخد الهب تاعنا الحوض للسماء، إيدينا بتكون بحجم الإكتاف، الأصابع بتكون على الأرض، الوزن على الإبهام والأصبع الإشارة. إذا ما بنقدر نخلي الكعب الرجل على الأرض مش مشكلة، أول إشي رح نثني الرجل اليمنى تاعتنا ونحاول نقرب جسمنا البطن للفخذة وبنتنفس. رح نشعر هون في عندنا زي إطالة بالقدم بالرجل اليسار. هلا بدنا نغير بالإكسهيل. هلا بنطعج الرجلتين وبننهيهم ونقرب الصدر أكثر شيء للفخاد. بنحاول نرجع رجلينا ونخلي الصدر في محله. كمان مرة بالإكسهيل إنهيل، إكسهيل نخلي الرجلين قريبة من الصدر. كمان مرة نرجع ونحافظ عليه. خلينا ناخذ أكمل نفس هون. الداونورد فيسينج دوغ بوز ضروري جدا بيحمي كل عضلات الجسم شغله. اوكي هلا بنرفع نجيب رجلينا جنب بعض، نرفع الرجل اليمين لفوق، ناخذ رجل اليمين للرأس بالإكسهيل، نرجع نرفع مرة ثانية لفوق. هلا بناخذ رجل اليمين بين ايدينا، اذا ما قدرت تجي نقدر نرفع الرجل ونقربها. هلا الايزي اوبشن او الاشي السهل بالخيار انه بننزل رجل الشمال بنحطها تحت، المهم تكون 90 درجه قائمه، القدم الاماميه، الركبه لبرا مش داخله لجوا، الاصابع مرتاحين، الحوض بيكون مربع وهون في ميلان زي السحسيله. ناخذ انهيل بنرفع لفوق وبالاكسهيل بنحاول ننزل لتحت. كمان مره انهيل اكسهيل. في بنقدر اذا هذا الخيار سهل لنا بنقدر نرفع لفوق، بتكون الباك ليج ستريت. انهيل لفوق واكسهيل لتحت، انهيل لفوق اكسهيل، بنحاول ننزل قد ما نقدر بالحوض. هلا بننزل رجلنا، رح نعمل تقوس بالظهر. بالإنهيل بننزل لتحت، إكسهيل بنعمل راوند إن، والرجل رح تكون مستقيمة. كمان مرة إنهيل إكسهيل راوند إن، إنهيل إكسهيل. أهم إشي هون بالإيزي، هذا إيزي أوبشن،
الادفانس بيكون رجل قائمة. أهم إشي يكون الهبس تاعونا أو الحوض مربع، يعني خط مستقيم عامل هيك مش فاتح. آخر مرة بنعملها إكسهيل إنهيل. هلأ بدنا نعمل هولد، بدنا نمسك. هلأ بنطعج الركبة، ننزل الرجل الخلفية، بنطلع ل Warrior One. أوكي نرفع حالنا. من أول إشي لازم تكون الرجلين in line، خط مستقيم بالكعب، الرجل الخلفية على الأرض كابسة، و square the hips. نرفع إيدينا inhale exhale ل Warrior Two. بنحاول ننزل قد ما نقدر بفخذاتنا. Inhale, reverse warrior. نفتح الصدر. Exhale, side angle. نقدر نحط إيدنا هيك وبنضغط على الفخذة للإشي سهل. هلأ بنمد رجل الأمامية وبنفتح الصدر. إذا كان هذا صعب إنه بنقدر نجيب البلوك وبنرفع المسافة هيك، أو نقدر نحط إيدنا هون أو هون وين ما بيريح. أهم إشي الرقبة بتكون مرتاحة لفوق، بنطلع إيدينا مفتوحة، الصدر مفتوح. أوكي هلأ نثني الركبة مرة تانية ونجي ونرجع ل Downward Facing Dog. نرفع الرجل الشمال، بنقربها للمعدة كمان مرة، بنرفعها نحطها منتصف. هلأ ويسات، نتأكد أول إشي كمان مرة للرجل الشمال إنه هي 90 درجة، الأصابع مفرودة، الحوض صاير سكويرد. بناخد إنهيل نرفع لفوق إيدينا وبالإكسهيل ننزل. دايما يفضل إنه إحنا بنبدي بالبيجينر وبنكمل بالأدفانسد، وهيك بنكمل الرجل الثانية زي ما عملنا بالرجل الأولى. وهلأ معنا ريما بدها تختم الحلقة. شكرا زينب. أحنا. كانت هاي تمارين خاصة في اليوغا، تمارين بسيطة تقدر تمارسوها في البيت. بدي أشكر زينب لأنه هي عملت الفلو تبعت اليوغا والبنياسة. بدي أشكر إسراء لأنها كانت ضيفتنا لليوم. معاكم ريما عامر وبرنامج اليوغا مع زينب، ونشوفكم بالحلقات الجاية. شكرا، يعطيكم العافية.